السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على المشروع نتاع طريق السيار نتاع اللي يربط مدينة تيزي وزو بولاية بويرة على مستوى الجباحية، أو يربط مدينة تيزي وزو بطريق السيار شرق غرب. إذا نفس الشيء، وهذا الطريق اللي رغم أنه الطول دياله مش كبير في حوالي 50 كيلومتر، إلا أنه يقع في منطقة جد واعرة كما نقول احنا، تيران تريز اكسيدونتي، فيه تضاريس كبيرة جدا، وهو أغلبه مكون من جسور صغيرة وكبيرة وممرات على الطرقات. ومن بين المنشآت الكبيرة اللي تميز هذا الطريق عندنا جسر تاع الجباحية اللي يقع في إقليم بلدية قادرية، واللي عنده طول تاع حوالي 2 كيلومترات. وكذلك هناك نفق مزدوج يقع في القرب من في منطقة بالولاية تاع تيزي وزو، بالقرب من دراع بن خدة أو دراع الميزان. إذا هذو هما زوج المنشآت الكبرى اللي تميز هذا الطريق. ورغم الطول تاعو، يعني اللي ما مش طويل كتير، إلا أنه يعرف تأخر كبير بسبب كما قلنا صعوبة المسالك وصعوبة الأشغال. إذن وهذه الحالة الحالية، يعني في الأيام هذه حالة الأشغال اللي راهي نشوف هنا بعض المسالك مازال تقيد الأشغال هنايا، ونشوف هنا التضاريس شحال واعرة، وراح يكون أكيد أكيد يعني نأكد 100% بلي راح يكون واحد من أجمل طرقات السيارة في العالم، وبدون خجل وبدون خوف، لأنه طريق كبير يعني فيه 6 أروقة. وهنا نشوف الجسر تاع الجباحية فيه جسور وأنفاق ومقاييس عالمية، فيها 3 أروقة في كل اتجاه، وإن شاء الله يكتمل في القريب العاجل. ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.